توج نادي براق لأول مرة في تاريخه بكأس الجمهورية، وذلك على حساب نظيره نادي برج بوعريريج تحت أنظار جمهور غفير احتضنته قاعة حرش حسن بالجزائر العاصمة، لينتهي اللقاء لأصحاب الزي الأبيض والأحمر بنتيجة 25 نقطة مقابل 20. بداية اللقاء كانت متكافئة، إذ وقف رفقاء القائد سعدون ندا للند طيلة الشوط الأول أمام نادي براقي، لكن العاصميون عرفوا كيف ينهون شوط المباراة الأول لصالحهم بنتيجة 11 نقطة مقابل 9. في الشوط الثاني دخل أشبال المدرب كريم بشكور بكل عزيمة للحفاظ على تقدمهم، ورموا بكل ثقلهم رغم محاولة البرايجيين في العودة، إلا أنهم تمكنوا من حسم نتيجة اللقاء لصالحهم بفارق 5 أهداف كاملة. الحمد لله، سي أول لقب لفريق شباب الرقي، أول لقب ليا، يعني رانا فرحانين بهذا اللقب. والله الحمد لله ربي ونشكره، صافي دوزو حنا نلعبوا لا فينال ما ندوهاش، وهذا العام وفقنا ربي، ونشكر المسؤولين ونشكر لي سيبورتور تانيك اللي عاونونا، يعطيهم الصحة ويعطيكم انتوما الصحة. فرحة كبيرة رانا فيها الحمد لله اليوم، ليكيب هذه لا بريميير فوا تدي لا كوب، بس إن شاء الله الشامبيونة. راتينا دي بالون أتاك، أونكيسينا مون ديفونس. قد ما حبينا نوليو اون دوزيام طون، قد ما حبينا نوليو توجور كان مونك دو كونسونطراسيون سي فور سيرفيس ديال الماتش. صحتهم براقي كانوا خير منا، يعطيهم الصحه، وان شاء الله يا ربي يعني نداركو ونخلفو ان شاء الله في الشامبيون ونكراسيو دوزيام بلاس ان شاء الله. هذا التتويج سيجعل رجال النادي براقي يخوضون باقي مباريات البطوله بمعنويات مرتفعه قصد خطف الثنائيه.